حرقان البول مهم جدا جدا. ليه؟ حرقان البول يساوي التهابات يا اما في الكلى يا اما في المثانه يا اما في الحالب، يعني مجرى البول فيه التهاب. طب بتقول لي مهم ليه؟ ما خلاص هروح للدكتور ويكتب لي مضاد حيوي وهخف على طول. اقول له ده لو رحت للدكتور، ده لو رحت. ليه؟ حرقان التهابات المجاري البوليه كلى او حالب او مثانه التهاباتها في منتهى الخسه، في منتهى الخسه. 3 4 5 ايام حرقان البول ويختفي الحرقان، يختفي رغم ان الالتهاب مستمر. خلاص انا هروح للدكتور ليه؟ لان بولي حرقني 3، لكن الحمد لله بفضل الله الحرقان اختفى والالتهاب مستمر، هو اختفى لك. فحرقان البول من اخطر اعراض المسالك البوليه، من اخطر الاعراض. لماذا؟ لانه بيختفي. ما انت اللي هيوديك للدكتور ان بولك بيحرق، اول ما بولك يحرقك الحق على الدكتور، واوعى لو اختفى تعتقد انك خفيت، لا